قولي تبرعي ليا مع راسك اختي، ما تحرمي راسك من حتى حاجه. تعالي نقول لك علاش، هو غير ب 4400 ريال. هاني هنا يا الكبيضه، تبطبطي كما تشائين، دوزي لهاد الجيه عاودي ستاسيوني زيدي تعالي لهاد الجيه. تخيلوا معايا كتلبس حتى ال 5 6 اكس لارج، والعيالات واللي عمرها ما لقات شي قدوره بحال هكا وتكون مستيليه كالعرض، ولكن كنهضر لك على الشياكه والاناقه يا اختي ويا اختي ويا اختي. هذه غنغوت فيها لانك تستاهل. اجي نوريك يا خيتي، اجي نوريك، اجي نقول لك الكبيده ديالي. هاك هي لاله، ها وحيده، ها وحيده يا اختي على داك البطبوط المبطبط. ها الثانيه تبطبطي كما تشائين، والصم يا لاله ومضفوره يا خيتي شويشات. شوفي لي القطه نتصم فيها يا لاله، كلها جوهره يا اختي، كامله كامله الكرب جوهره بالخطوطه عرادين، ومن لي مونش لا ميم شوز. دونك لي مونش قياسيين زويونين وحيد دقين يا اختي على قدكم يا الكبيدات ديال لاله ومولاتي المراه المغربيه. شوفي لي المونش تبارك الله مهيوره غزاله فنه كتحمق. دونك دي مونش تروا كار ولكن عرادين. وهنايا الكريب البنات ديال دي ميسيل، هاد الجلابه هادي وهاد لاكولوغ اللي سطاتني وحمقتني وخلاتني بالعقل بصراحه. لون نساني بلون، والله القسم قبيله وانا كنقول هشام هادي واعره، هادي كتحمق، هادي كتهبل، هادي سطاتني بصراحه. لي كولور خطيرين، واللي حمقني اكثر هو القلب هاد القلب ديك هاد باردو الكم. هاد التخميله هادي تتمشي لنا مع لا كولور باش مخدومه جلابه، ولا بلو بار ديالهم الناس مخدومين اونغري. جلابه اختي تتلبس 3 اكس لارج غير 220 درهم، لا غلا على مسكين بركه. السلام عليكم حبوباتي الغاليات، مشتركات وكذلك مشتركي قناة جميلة اونلاين. عواشركم مبروكة يا اختي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تحية لكاع الناس الغاليين على قلب جميلة اونلاين. مرحبا بسي هشام، مرحبا بولدي يوسف، مرحبا بوليداتكم وبكم وبالمهمات الغاليين وكاع الناس الغاليين على قلب جميلة اونلاين. اليوم البنات عندنا واحد الحلقة سبيسيال، جبنا لكم تتمه القنيطرات اللي ما شاء الله داروا البوز وداروا الطوندونس. راه ما كايناش شي وحده ما شاء الله لا في الجاليه المغربيه ولا داخل كازا ولا خارج كازا. تحيه لكاع البنات اللي كيتقدم عند جميله واللي كيصيفطوا لنا دي كومونتير زوينين. جميله شكرا بزاف، غادي نبارطاجي معكم شي حاجه باش تشوفوا. والله الناس كيكتبوا لنا شكرا، وصلتني لا كوموند وكيما شفتها كيما هي. لاله يخطيكم وتحيه كبيره لكم، وانا على قبلكم انا موجوده كيما ديما. دونك الكبيده ديالي يا اختي على جوهره ما دارت في عباد الله يا لاله، كلها جوهره يا اختي، كامله كامله الكرب جوهره بالخطوطه عرادين، ومن لي مونش لا ميم شوز. دونك لي مونش قياسيين زويونين وحيد دقين يا اختي على قدكم يا الكبيدات ديالي على قد لاله ومولاتي المراه المغربيه. شوفي لي المونش تبارك الله مهيوره غزاله فنه كتحمق. دونك دي مونش تروا كار ولكن عرادين. وهنايا الكريب البنات ديال دومي سيزون، الكريب الغليوض، يعني تلبسيها دابا فنه مبرده وتلبسيها ان شاء الله حتى ان شاء الله يدخلها عندنا بالصحه والسلامه يا ربي ويعطيها لنا سيدي ربي على قد النفع. دونك فوالا، وما نساوش لا بغودغي اللي كتجي في هاد لا بارتي في لو كول كول في بيان فيني شي حاجه عاوتاني لا هوت كام يا البنات. والثمن يا الله يا الله على الثمن، الثمن غادي يبقى غير 220 درهم، ما كايناش 250 اختي، ما كايناش 300 درهم الكبيضه. هنا يا لاله شوفوا لي هي لا بغودغي كيفاش كتجي كتحمق، داكشي غير بالصميم يا اختي، الصم الحر الغزال. دونك فوالا كما قلنا هذه ما فيهاش حس قلي في بالنسبه لهذا الستايل ديال الجوهره اللي كيجي هكا في الخطوط عراد كما قلنا. والثمن كما قلنا 220 درهم ستاندار يا اختي، تبطبطي ليا كما تشائين ديال الكبيضه ديالي ستاندار. كلشي لبسها من الميديوم، ها جوانا ميديوم سمول ميديوم تلبسها جهه كتحمق حتى 3 اكس لارج. يا اختي تبطبطي ليا كيما بغيتي، ولي فام اونسانت وهنا تتجي ماشي طويله ماشي قصيره. هي هذيك يا اختي بحال دخل عواشر هذه، بغينا نمشيو ونقدمو ونحطو قدام الناس العزاز ديالنا الصوينيه يا اختي واتاي والحلاوي والقلب هاني. دونك غادي ندوزو التلوينه ديالها اللي فيها واحد الكوليكسيون ماشي كثيره، تقريبا شي 6 ولا 7 لوينات، ونعاود نرجع معكم موسيقى خفيفه ظريفه يا خيتي. يلاه كبيده ديالي تواصل معنا دائما، توصيل داخل كازا خارج كازا داخل المغرب وحتى خارج المغرب. باي.
انايا الكبيضه تبطبطي كما تشائين، دوزي لهاد الجيه عاودي ستاسيوني زيدي تعالي لهاد الجيه. تخيلوا معايا كتلبس حتى الخمسة ستة اكس لارج، والعيالات واللي عمرها ما لقات شي كادوره بحال هكا وتكون مستيليه كالعرض. ولكن كنهضر لك على الشياكه والاناقه يا اختي ويا اختي ويا اختي. اه هادي غنغوت فيها لانك تستاهل. اجي نوريك يا خيتي، اجي نوريك، اجي نقول لك الكبيده ديالي. هاك هي لالا، ها وحيده، ها وحيده يا اختي على داك البطبوط المبطبط. ها الثانيه تبطبطي كما تشائين، والصم يا لالا ومضفوره يا خيتي شويشات. شوفي لي القيطان الصم في الناس، شفتوها هادي اوفر سايز وهبيه. تحيه لواحد صاحبتي في هولندا وهبيه، الله يشافيها والله يقعد وسد على خير. تحيه الكريمه من طنجة يا اختي. انت يا كريمه اختي ما تقولي ليش تروى اكس، انا عطيتك خمسة عطيتك ستة اكس. شوفي لي ملي تلبسها الاكس مول هكا تكون طبق الله طوي ولا بنيته ديالك وهكا رقيقه وداك الشيء دالمان كانت يا اختي، وعاود دردك هانت تتجي تتحمق ولا لبستها بالطبيطه. ما نعاود لكمش داك الشيء تراكس ما جا وراه هو. المهم كلشي تيتخبع ما كتبان حتى حاجه. غزاله انيقه جوج ديال الفتيحات كيوت ما شمال لبستيها في هاد العواشر هادي، الناس اللي بغاو يخبعوا داك الشيء وداك الشيء. اختي شوفي ما تسوقي حتى واحد، حبي راسك كما انتي رقيقه بحال جميله اونلاين بالطبيطه تبطبطيه بالطبيطه كيما كنتي، قصيره طويله رقيقه غليظه كيما كنتي، حبي راسك راه ما كاينش اللي غايقول لك راك زوينه. زوينه اختي وعجبني راسي. هاي دونك نعاودو نرجعو سي جا بقى كيشوف فيا. المهم هانتوما شوفي اختي، الانسان يولي عجبو راسو ما يستناش واحد اخر يقول له راك زوين ولا راك زوينه. شوفي لي اختي هانتوما كتجي هكا كلها مخدومه بالماكينه، كلها بالصم كتجي هكا هي مدفوره ستيل سيربون هكا، ولا بحال نقولوا بحال بحال فوالا ستيل سيربون، ولا كاين كيقولها البيت ولا. وهنايا كتجي مدوبله على جوج وغادي يا اختي القطقات يا اختي. المهم هادي ما تحتاجيش فين ما كاينه شي طبيبه صيفطي ليها هذا الفيديو من عند جميله اونلاين، قول لها شوفي اختي تهلات فيكم جميله. يلا الكبيده ديالي دائما العنوان هو قصريه تضرب غير في شارع عبد المؤمن مدينه الدار البيضاء، وانت تضرب الجديد في القصريه ان شاء الله من عند جميله اونلاين. دونك هانتوما هاد لاكولور فيشيا تتهبل وتتحمق. تحيه لصاحبتي وصحاباتي كاملين. جلابة ديال 2023 دخل هاد المدرسة، جلابة د العواشر مئنتكا غزالة هماوية مخزانية يا ختي. ألوغ هاد جلابة البنات الجميل فيها بخوميغمون كيما قلنا سكو هي مخزانية، أنا راني لابسة غير لاطاي ميديوم، لاطاي ميديوم كتلبس الأم والأل، هادي باش نتفقو معاها في خاطر شيماء الغزالة ديالي. دونك هادي راه غير ميديوم البنات، شوفوا هادي كتجي فنة مخزانية فيها لي مونش طوالين لي بوف مونطري، هادو لي مونش كيجيو طوالين بالنسبة للبنات المحجبات. بغيتي اختي تشمري انا كنموت على التشميرة، شمريها غي شوية غي هايدا هي الكبيدة ديالي هايدا. ايوا اختي كنتي من عشاق جميلة اونلاين وكتحماقي على التشميرة، كتحمقني انا التخميله هذه، كتبغي جلابه تكون مكمله هكذا تتحمقني ما عرفتش علاش ما هادشي. الله نبير الصلح. دونك فوالا الثمن ديال هاد الجلابه كيبقى غير 220 درهم بحال خواتاتها وصحباتها، وكما قلنا الحلقه ديال الكنادر دائما مازالين في لي برومو ديال العواشر داكور ديال ذكرى المولد النبوي، وما شاء الله العواشر جايه والناس باغيين جلابات في لونطري ديال المدرسه يدي وليداتهم. وهذه جلابه بصراحه كما قلت سي هشام ديال كل نهار، ولكن على حسب انت كيفاش بغيتي تلبسيها. تلبسي هذيك ديال الزربره هكا بغيتي تلبسيها محدقه ومع صويك هكا في لاكولو غنا غادي تقاديها كما بغيتي تبارك الله ما نخافش عليكم. دونك غير 4400 ريال مطروزه. شوفي البنات لا بغودغي كيفاش كتجي ولي كولور فيها تيحمقوا، دائما كتلقاي يا اما الديغرادي ديالها هنا واما ان كولور اللي مخدوم بها هاد لا بغودغي اللي كتجي حتى في الكتيفات داكور. دونك من ميديوم حتى ل 3 اكس لارج. اي اختي تلبسها حتى بالطبيطه اللي هما براتكم هي البطبيطات. فوالا 4400 ريال هي.
مجموع البنات الحلقه بخير الكلام اللي هو دائما اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدكم الله الذي لا تضيع ودائعه وما تنساش دائما ميم اندغواسيون ماشين كنحماق عليكم تبقاو على خير بالسلامه عليكم كتعرفوا المحل اللي بغيت شي حاجه غادي توصلها حتى لقلب دارها سواء داخل كازا ولا خارج كازا داخل المغرب واكيد حتى خارج المغرب. نتمنى الحلقه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم ما تنساوناش من لايك وبارطاج الموت ليكم خليتكم خير واحد الله باي باي.